حبيبي عاملين ايه؟ يا رب يا رب تكونوا بخير. احنا هنعمل مع بعض النهارده بسكوت الليسون، ومعانا كيلو دقيق، المقدار بتاعه 6 كوبايات، معانا ليسون وهان مطحون مع بعض، وممكن لو بتحب الشمر تضيفيه. انا عامة عطيه له حمصة كده على البوتاجاز وطحنته بقى ناعم عشان ما يبانش ايه ويقع ايه من العجين، ونعمل بسكوت جميل وطعمه جميل. معانا نص كوب سكر مطحون بودرة، معانا 1/4 كوباية زيت، معانا 1 كوباية لبن حليب بودرة، معانا ذرة ملح فانيليا، معانا 2 معالق لبن بودرة. هندخل الدقيق كده ونشوف مع بعض. عامة الدقيق ده جميل لكل حاجة وجميع الأغراض، الكحك، مخبوزات، لأي حاجة هو جميل. بعد ما هزيت الدقيق اهو نخلته، هو عامه كيلو والكيلو 6 كوبايات. معانا بطين اهو، اضربهم مع بعض، وهنضربه بايه؟ بالمضرب اليدوي. معانا ذره الملح، معانا قرفه، معانا فانيليا، مش قرفه، فانيليا، معلش ناسية. ضربوا كده مع بعض، السكر 1/4 كوباية، يبقى ان شاء الله بسكوت جميل وحلو. وحطينا ايه؟ حطينا بطين، ذره ملح، حطينا فانيليا، نص كوب سكر، مش 1/4 كوباية، لا نص كوب سكر ناعم. اضرب كده، لا محتاج مضرب ولا محتاج حاجه، هو ضرب يدوي. 1/4 كوباية زيت، قلب كده كويس، معلقة لبن بودرة كبيرة، معلقة الأكل، معلقة زبادي اللي هي معلقة الأكل الكبيرة، شقيه قصب السكر، كده حلو. انزل بقى ايه؟ حبة، حبة بحبة كده عشان ايه؟ البذر، ومعلقتين بيكنج بودر صغيرين، معلقتين بيكنج بودر كده، وتلسون والهين، يعني انا طحناه مع بعض، عطيله ضربة كده في طعمه. نزل الدقيق حبة بحبة كده، 6 كوبايات دقيق،
عضل يعني كيلو، بس تنزلي حبة بحبة. لحد ما العجينة تبقى كويسة كده تشوفي بقى. ما اطولش عليكم الفيديو، العجينه اهي بعد ما خلصت، شوف جميله ازاي وطريه، واخدت معايا ايه زودتها تاني معلقتين ميه، وفضه ايه يجي كوبايه، كوبايه دي شويه دول. العجينه جميله على الفرد بقى على طول، بس اهم حاجه اريحها حبه كده واقوم ايه مغطيه عشان ما تنشفش. هنشوف العجينه بقى بعد ما استريحت شويه، اقسمها اتنين. شوف حلوه ازاي عجينه، ما شاء الله طريه وجميله فل. شوف هنشكل ازاي، حلوه ازاي وطريه. نصها نص الشمع اغطيه، اما حاجه الغطا في العجينه عشان ما تنشفش. بعد ما فردت العجينه اسويها بقى، اشيل الجناب دي كده عشان تطلع معايا العجينه مسويه في التقطيع. ملهاش عينها، اشكلها تاني. نشوف اي غطاء عندك، اي حاجه نشكل بيها، قطع عندك اي حاجه. انا معايا غطاء براد اهو، اجرب كده. اهي اشكل كده غطا، غطا برطمان برضو كده او كوبايه. بقى الغطا ده يبقى صعب اوي، اجيب كوبايه. جبت كوبايه مج كده، شوف اه جميل اوي. اجيب قطعة تانية صغيرة كده كده، هي قطعة تانية جميلة ازاي، دايرة جميلة. بصي كده في الصينية، برضو دايرة جميلة.
برضو الكوباية كده، هشيل الزيادات دي كلها ايه وادخلها تاني اشكل فيه، اقطع الصغيرة دي، شيل العجينة من النص عشان تديلي ايه الدايرة المربع ده الجميل ده. جميلة ازاي؟ شكلها حلو. جميلة. شكل بقى دي عجينة تانية اهي، شكل فيها. إذا عجبكم البسكوت اعملوا لايك وشير. بسكوت اهو بعد ما خلصناه وشكلناه وقطعناه، ايه رأيكم في الاشكال الجميلة دي اهو؟ جايبة بقى معلقة زبادي ومعلقة لبن حليب وايه وقهوة سريعين الذوبان، وادي انها وايه وشها كده، اي قهوة عندي كده واقوم دايما وشها كده. مولعة الفرن، هحطها في الفرن اهو بعد ما اخلص البسكوت. رأيكم في الشكل بتاعه ده؟ جميلة. حطيه بقى في علبة البسكوت. حلو ازاي وناشف جميل ازاي، ناشفة ازاي. نحط كده في علبة، نقدم من موبايل الفطار مع الشاي مع أي حاجة، مع كوباية شاي اتفضلوا بقى معانا. رأيكم تحفة تحفة تحفة. الأشكال الصغيرة دي برضو جميلة.